في وسط الاحداث اللي حصلت دي كلها والدنيا مقلوبه، صدر حكم من محكمه جناح المعادي بحبس اخو كهربا على غرار الواقعه اللي اشتبك فيها مع رضا بحراوي المطرب الشعبي لمده 2 سنين. كلنا قرينا وسمعنا ان رضا بحراوي اتنازل وتصالحه، ولكن محامي رضا البحراوي لما جه يوصف الموضوع قال هو اتصالح في الشق اللي يخصه هو في واقعه التعدي والسب والتلفيات، لكن في تهم ما بينفعش فيها التصالح بالنسبه للدوله، وعشان كده المحكمه حكمت عليه في اول درجه، يعني لسه في استئناف ب2 سنين، اللي هي بقى البلطجه وحصه السلاح والتعدي على منشآت سياحية. فعشان كده الخبر ده عدى في وسط الزحمة محدش خد باله منه. كهربا شفنا طبعا عصبيته في العزة بتاع احمد رفعت ومع الصحفيين وزق الناس وكده، وطبعا هو عشان كان مقرب ليه جدا، كانوا مع بعض في نادي الاهلي قبل ما بدأوا مشوارهم سوا، فهو كان صديق مقرب، بس دايما كهربا الناس بتبقى وقفله على الواحدة الصراحة، فالعصبية اللي هو كان فيها ديت الناس خدتها عليه، خصوصا ان هو بيلعبش بقى مع كولر وماشي ومش هيكمل والجزئيات دي، ولكن اثناء العزة يا جماعة ما حدش يزايد على مشاعر الناس.